متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير إليكم. نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، تستمر المملكة وعموم المناطق بالتأثر بأجواء حارة إلى لاهبة في مناطق عدة من المملكة. هذه الليلة في العاصمة الرياض يكون الطقس بشكل عام حارا نسبيا في ساعات الليل، مع ظهور بعض السحب والغيوم العالية غير الممطرة. طبعا درجة الحارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة الرياض 33 درجة مئوية. فيما إذا استعرضنا توقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في العاصمة الرياض، سنشهد أجواء لاهبة في ساعات النهار، درجة الحارة تقريبا حوالي 46 درجة مئوية، بل تلامس 47 درجة مئوية يوم الثلاثاء، وتكون درجات حارة في ساعات ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية. نصعد الآن سوية درجات الحرارة العظمى متوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة، ونبدأها من الشمال في سكاكا 45 إلى 31 مع أجواء حارة للغاية في تلك المناطق. عرعر كذلك الأمر 45 إلى 30 درجة مئوية. عموم هذه المناطق الشمالية تتأثر بأجواء حارة غير معتادة، حيث أن درجات الحرارة هي أعلى من المعدلات الطبيعية لتلك المناطق. في تبوك 39 إلى 26 درجة مئوية، والأجواء أيضا نوعا ما حارة نسبيا. في المدينة المنورة 43 إلى 31، في جدة 37 إلى 31 مع أجواء حارة ورطبة بعض الشيء، 42 إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة، و33 إلى 25 في مرتفعات الطائف. انتقالا للمناطق الجنوبية الغربية، تكون في الباحة 30 إلى 21 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب والغيوم، فرص لبعض الأمطار الرعدية في ساعات ما بعد الظهر على بعض مرتفعات جنوب غرب المملكة، تشمل مرتفعات أبها مثلا التي متوقع أن تتعرض لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، والعظمى بها 31 في ساعات النهار والصغرى ليلا 20 درجة مئوية. تكون في جزائر من 39 إلى 33 درجة مئوية. انتقالا إلى المنطقة الشرقية في الإحساء، أجواء لاهبة 47 درجة مئوية في ساعة النهار وصورة 32 درجة مئوية. تكون في الدمام الأجواء حارة من 42 إلى 33، بينما تكون في حفر الرباط الأجواء لاهبة جدا، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 48 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى ليلا 33 درجة مئوية. ختام هذه النشرة في المنطقة الوسطى، تكون في الرياض 46 إلى 33، في بريدة في القصيم 47 درجة مئوية في ساعات النهار، والأجواء أيضا لاهبة وصورة 30 درجة مئوية، وأيضا طقس حار للغاية في حائل، والعظمى بها 43 درجة مئوية في ساعات النهار. تهبط الليلة ليلة الأحد على الاثنين إلى 26 درجة مئوية، مع أجواء أيضا حتى في ساعات الليل حارة نسبيا. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. المزيد عبر النشرة الجوية الأسبوعية، نستعرض بها توقعات موجة شرقية مرتقبة رطبة تعمل على حدوث تغييرات كبيرة في الأجواء. تابعونا هناك دائما، نتمنى لكم أن تكونوا بخير وسعادة. إلى اللقاء.